أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الساعة لليوم 22 على التوالي. ما زال الإضراب الذي بدأه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الإضراب عن الطعام مستمرا كل يوم هناك جديد، ومنذ أيام طويلة كنا نتحدث عن أنه نحن دخلنا عمليا في مرحلة الخطر. الآن إسرائيل تحاول استخدام أساليب مختلفة لكسر إرادة الأسرى عبر يعني محاولتها للتفاوض مع بعضهم دون الآخر، تجاهل قيادات الحركة الأسيرة التي قادت هذا الإضراب، بالإضافة إلى ما رأيناه يوم أمس من نشرها لفيديو للقائد مروان البرغوثي يبين بأنه يأكل أو يتناول شيء ما سراً. كل هذه محاولات طبعا باءت بالفشل، ولكن يجب أن نقف أمامها ونعرف ما إذا كانت يعني تؤثر على هذا الإضراب، هل تؤثر على نفسيات الأسرى أم لا. كل هذه الأمور بالإضافة إلى آخر تطورات الإضراب وكيف يتعامل العالم معه نطرحها على طاولة البانوراما اليوم بحضور ضيفي في الاستوديو، الأخ الأستاذ عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرة، أهلا بك، والأستاذ أيضا حسن قنيطة الأسير المحرر والذي أمضى 15 عاما في الأسر، أهلا بكم. أهلا بك. يعني أستاذ عبد الناصر، بداية لماذا يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يروج فيديوهات أو حتى روايات مفبركة عن قادة الإضراب، إضراب الحركة الأسيرة طبعا؟ يعني بداية لابد وأن نسجل جل احترامنا وتقديرنا لهؤلاء الأسرى، ونؤكد على وقوفنا بجانبهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام، وتأكيدا أيضا على مطالبهم المشروعة والإنسانية، ورفضا لكل الإجراءات والانتهاكات التي مورست وتمارس بحقهم بهدف كسر إرادتهم وإفشال إضرابهم. أعتقد بأن كل هذه الإجراءات التي مورست مع الأسرى في هذا الإضراب هي قديمة جديدة ومورست من قبل، ولكن يبدو أن إدارة السجون لم تتعلم من التجارب السابقة ولا تريد أن تتعلم من الإضرابات التي خاضها الأسرى في أوقات سابقة، ولكن ربما هذا الإضراب كان أكثر قمعا وأكثر قسوة على الأسرى، وسلطات الاحتلال بدأت مبكرا في قمع الأسرى وفي التصعيد الخطير بحق هؤلاء الأسرى، ومن ضمن هذه الإجراءات هي البث الإشاعات ومحاولة تأثير على نفسيات الأسرى وإحباطهم بهدف كسر إرادتهم، في ظل طبعا فشل الخيارات الأخرى المتمثلة بالإجراءات التعسفية، بالتنكيل، بالحرمان من الزيارات، بمنع على المحامين والتنقلات فيما بين السجون. في ظل فشل كل هذه الإجراءات وإصرار الأسرى على المضي في إضرابهم، لجأت إلى حرب يعني الإعلام وحرب الإشاعات للتأثير على هؤلاء، والإظهار يعني الأسرى وكأنهم يتناولون الطعام، ولتزعزعة المصداقية في رواية الأسرى الفلسطينيين، وأيضا والتأثير على الأسرى الذين لم يخوضوا بعد الإضراب والذين لديهم نوايا أيضا بالإضراب، نعم، بالانضمام للإضراب. هذا من جانب، ومن جانب آخر هي تريد بروايتها الإعلامية المضللة والكاذبة أن تؤثر على الرأي العام المحلي والعربي والدولي، في ظل اتساع حجم يعني التضامن والدعم والإسناد لهؤلاء المضربين. ولكن أعتقد بأن الكل يدرك يعني أكاذيب الرواية الإسرائيلية ويدرك التضليل الذي تمارسه المكنة الإعلامية الإسرائيلية، لذلك كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما باءت كل الإجراءات القمعية بالفشل أمام إصرار الأسرى وأمام وقوف الكل الفلسطيني والعربي وأحرار العالم بجانب هؤلاء الأسرى في إضرابهم المفتوح الطعام وطالبهم المشروع. بالتأكيد. يعني أستاذ حسن، وأنت أسير محرر وخط تجربة الإضراب، عندما تبث إسرائيل ومصلحة السجون مثل هذه الفيديوهات المفبركة أو حتى تحاول كسر إرادة الأسرى من خلال يعني إشاعات متضاربة، كيف يؤثر هذا الأمر على الأسرى في إضرابهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتوجه بالتحية، كل التحية، لإخواننا الأسرى المضربين في سجون الاحتلال اليوم 22 على الطعام، ونحن ندرك وهم يدركون ويعون أن هذه المعركة هي معركة تحدي إرادات ما بين الأسير وما بين السجان، كل في مجاله يستخدم كل طاقاته وإمكانياته وأساليبه وتجاربه، إما لإنجاح الإضراب من ناحية الأسرى وإما إفشال الإضراب من ناحية مصلحة السجون ومن خلفها الحكومات الإسرائيلية. نعم. بالنسبة لمحاولة الإشاعات،
الأسير أو الأسرى الفلسطينيين في معركتهم من البداية يدركون أن هذه معركة، وإسرائيل ستجند كل طاقاتها لإفشال الإضراب. بوجهة نظري مسألة الإشاعات ومحاولة إفشال الإضراب، هي إسرائيل تدرك تماما أن هي محاولة فاشلة. نعم. مسبقا، لأن الأسرى في بداية الإضراب وفي لحظات الإعداد لمعركة الإضراب يكون في حسبانهم محاولات الإشاعة سواء على صعيد الأسرى أو على صعيد الخارج. نعم. الهدف من الإشاعة حسب تقديري هو ليس إحداث اهتزاز في معنويات الأسرى المضربين، لأن الأسرى المضربين أصحاب تجربة ولديهم كل السيناريوهات المتوقعة لاستخدامها من قبل الخصم أو العدو سواء في إدارة السجون أو وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن أنا بتقديري أن الهدف هي التأثير على معنويات وحراك الشارع في الخارج من ناحية إعلامية، سواء كان على صعيد الشارع في الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، لأن المعنويات التي يستمدها الأسير المضرب تأتي بالأساس من درجة الحراك الجماهيري والحراك على المستوى السياسي من الخارج على صعيد. وإسرائيل تدرك في هذه الآونة أن هناك حراك جماهيري وحراك سياسي وحراك دولي وعربي، وما حدث سواء كان في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في العواصم الأوروبية يؤكد أن الإضراب أصبح يقلق مضاجع حكومة إسرائيل وإدارة مصلحة السجون، وهناك تعليمات لديهم واضحة بضرورة احتواء الإضراب بأي شكل من الأشكال. وأسرانا يدركون أن هذه المحاولات متوقعة مسبقا. نعم. وثقتنا بأسرانا وبتجاربهم وبنضالهم لن يهتز أبدا، وهم بالتأكيد على ثقة ونحن على ثقة بهم، وبأن هذه الإشاعات إشاعات مغرضة. نعم. فاشلة منذ البداية، وما تجربة 2004 عندما نفس السيناريو قامت مصلحة السجون ببث نفس الشيء عن أخونا أبو القسام مروان البرغوثي. نعم. محاولة أنه كسر لإحداث فجوة ما بين الأسرى وما بين قيادة الإضراب، وهذا لن يكون. وهناك أساليب قديمة جديدة في كل مرة. نعم. يتم استخدامها لإحداث فجوة سواء ما بين الأسرى أنفسهم أو بين قيادة الإضراب وما بين جموع الأسرى، وكذلك إحداث فجوة ما بين حالة الدعم والإسناد التي يعيشها. نعم. جماهير شعبانة على كافة المستويات وما بين أسرانا في السجن. يعني أستاذ عبد الناصر، إسرائيل تعلم بأنه الأسرى المضربين عن الطعام لن يتوقفوا عن هذا الإضراب قبل أن يحققوا مطالبهم، وبالتالي عندما تأتي بمحاولة تزييف حقيقة ما عن القائد مروان البرغوثي، وهي تعلم ما الذي يشكله تحديدا القائد مروان البرغوثي بالنسبة للحركة الأسيرة بشكل عام، هل هذا يعني بأنه هي يعني تتجنب حتى اللحظة أن تدخل في يعني مجال المفاوضات أو حتى يعني محاولة إبداء يعني نواياها لإنهاء وكسر هذا الإضراب؟ يعني اسمح لي بداية أن أضيف لما تفضل به الأخ حسن بأن هناك مرحلة من الإعداد النفسي والمعنوي تسبق الإضراب، وهذا من ضمن عوامل. نعم. نجاح الإضراب، بالإضافة إلى وحدة يعني الموقف داخل السجون والاتفاق على قيادة موحدة تتحدث بلسان حال الأسرى المضربين، وهناك عنوان للإضراب. هذا الإضراب كان عنوانه واضحة منذ. نعم. البداية هو الأخ القائد مروان البرغوثي، وإدارة السجون تدرك ذلك جيدا، لكنها تحاول التفاف على القائد مروان البرغوثي، تحاول التفاف على قيادة الإضراب، وتوجهت إلى فتح قنوات غير جدية مع بعض الأسرى المضربين ومن بينهم الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وكان لسان حال هؤلاء جميعا بأن عنواننا هو قيادة الإضراب، عنواننا هو مروان البرغوثي. نعم. إدارة السجون تدرك يعني أهمية مروان البرغوثي، تدرك تأثير مروان البرغوثي على الشارع الفلسطيني، تدرك مكانة مروان البرغوثي ليس فقط على المستوى يعني المحلي وإنما العربي والدولي، وبات مروان ليس ملكا لعائلة البرغوثي أو حصرا لحركة فتح، وإنما مروان بدأ يعني رمزا من رموز الحرية لكل الشعب الفلسطيني ونضالات الشعب الفلسطيني، رمز الحرية لكل الأسرى داخل سجون الاحتلال. وبالتالي هي تريد أن تكسر هذا الرمز، وتريد أن تؤثر
على هذه الصورة وتريد أيضا أن تشوه من مكانة وعظمة وتاريخ مروان البرغوثي وقيادته لهذا الإضراب. نعم. ولهذا تحاول استبعاده وتحاول تجاهله وتحاول أن تفتح قنوات يعني ثانوية مع أسرى آخرين، لكن بتقديري كما قلت إسرائيل لم تتعلم من التجارب السابقة، وإذا أرادت لهذا الإضراب أن ينتهي فعليها أن تتوجه إلى العنوان الصح وتتوجه وتفاوض بشكل رئيسي مع الأخ مروان البرغوثي وأن تلبي المطالب الأساسية والإنسانية التي تقدم بها يعني الأسرى بلسان الأخ مروان البرغوثي. نعم، يعني أستاذ حسن، إذا ما كانت فعلا إسرائيل قد يعني تحاول إقناع العالم بأنه هذا الفيديو فيديو حقيقي وليس مفبركا وأنه القائد مروان البرغوثي كسر إضرابه، لماذا لا تسمح للمحامين بالدخول إليه أو حتى الصليب الأحمر؟ إدارة السجون حسب التجارب السابقة، إدارة السجون تتعامل مع كل ما هو فلسطيني. نعم. هو جزء من حالة العداء التي شكلها ويقودها الأسرى الفلسطينيين في معركة الإضراب. وبالمناسبة يعني قبيل ثلاثة أيام أصدرت مصلحة السجون ووسط إعلامي سياسي في إسرائيل واتهم المحاميين أنهم يشكلون حالة من التنسيق في إنجاح الإضراب، وهذا ليس جديد على اتهامات مصلحة السجون. الأسرى الفلسطينيين هم الفتيل الأول في اشتعال خطوة الإضراب واتخاذ القرار. نعم. إدارة السجون تدرك أن المحاميين سيتم من خلال المحاميين بالتأكيد سيتم الحديث عن الإضراب ومدى فعالية وتأثير الإضراب ومدى تعاطي الشارع المحلي مع الإضراب ومدى تقبل المستوى السياسي والمستوى الجماهيري لحالة الإضراب وانعكاسه على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. إسرائيل تدرك أن زيارة المحامين هي رفع من معنويات الأسرى الفلسطينيين، تحاول بقدر الإمكان إغلاق كل مقومات رفع المعنويات للأسير الفلسطيني في معركته، وهذا من بداية الإضراب يتم استخدامه. إدارة السجون تحاول من بداية الإضراب تقوم بسحب كل شيء يتعلق في حالة اتصال ما بين الأسير وما بين الخارج، سواء من سحب التلفاز أو الراديو أو أي منع الصحف، وحتى محاولة قطع الاتصال ما بين الأسرى أنفسهم سواء في صعيد القسم الواحد أو في صعيد ما بين السجون المختلفة. فمسألة الاتصال تحاول إشعار الأسير الفلسطيني، وإدارة السجون تدرك مخطئة طبعا أنه عزل الأسير الفلسطيني ممكن أنه يكسر معنوياته ويخليه ودفعه للتراجع عن الإضراب، سواء كان بالصعيد على صعيد العزل الانفرادي أو على صعيد قطع الاتصال ما بين السجون ومحاولة عزل قيادة الإضراب أو محاولة نقل مجموعة من المضربين ووضعهم ما بين أسرى في سجون غير مضربة، وهذا إجراءات تم استخدامها مسبقا، ولكن إدارة السجون للأسف لحتى اللحظة لم تدرك أن الإنسان الفلسطيني في داخل السجون وخارج السجون صاحب تجربة في مقارعة الاحتلال سواء على صعيد الخارج أو على صعيد الداخل في السجون، وهو صاحب تجربة ويدرك كيف يمكن له أن يحقق الانتصار. ونحن على ثقة بأن أسرانا في معركة رغم امتداد أيام الإضراب وطولها وحالة المعاناة والألم، أننا على ثقة أن أسرانا يدركون أن هذه اللحظات هي اللحظات الحاسمة، هي اللحظات الصعبة التي الآن بجوعهم وألامهم يرسمون ملامح ومعالم الانتصار القادم بإذن الله. نعم. طب يعني أنت أستاذ حسن خطة هذه التجربة، وهي تجربة بلا شك يعني صعبة جدا، وعندما نتحدث عن إضراب جماعي لابد أن ننتبه إلى أنه بالنهاية هناك يعني اختلافات ما بين النفس البشرية من شخص لآخر والقدرة على الصمود. بالتالي هل يعني عادة تظهر بعض يعني محاولات التراجع من بعض الأسرى؟ يعني ما الدور الذي يلعبه الأسرى بينهم وبين بعض لدعم صمودهم؟ معركة قبيل الدخول في معركة الإضراب عن الطعام يتم محاولة تجيش كل إمكانيات الأسرى وقدراتهم سواء كانت الثقافية وكذلك النضالية لشحذ الهمم من البداية في معركة الإضراب. يدركون أن معركة الإضراب هي معركة الجوع، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الألم، معركة الأهات، معركة عدم النوم في الليل، معركة اختلاف موازين الجسم في كل شيء. يدركون ولذلك هي مرحلة كلها معاناة، ولكن هي عامل الصمود أو عامل ارتفاع المعنوية والروح النضالية لدى الإنسان والهدف التي تم وضعه هو المحرك الأساسي. الأسرى من البداية
الأسرى الفلسطينيين بشر كما كل البشر. نعم. يتحسسون الجوع من البدايات، ولكن مرحلة قهر الأمعاء والرضا بمسألة الجوع لتحقيق الهدف هي الغاية، وهي الهدف التي تجحز الهمم وتقويهم على الصبر والصمود. بالتأكيد أنه هذه يعني مرحلة المعنويات، في قدرات الصبر والتحمل من أسير لأسير بتختلف، ولكن بالنهاية الجميع ما بعد اليوم الثالث يشعر بالتعب، وهناك تعليمات بتكون طبعا من قيادة الإضراب أنه الاعتماد قدر الإمكان وتخفيف الحركة للأسير في المضرب، ويحاول الحفاظ على مدى الصبر والصمود لأطول فترة ممكن. هناك تعليمات كثير. إدارة السجون طبعا بالمقابل تحاول إرهاق الأسير الفلسطيني في حتى في ساعات الإضراب من خلال كثرة التفتيش المفاجئ، إجراءات لا معنى لها، إجراءات جديدة غير متوقعة وغير متعارف عليها، ولكن الأسير أو مجموعة أسرانا المضربين بكونوا متوقعين لإجراءات أكثر من هيك. وما حدث مؤخرا اللي حاولت مس معنويات أسرانا، إحضار مستوطنين ويقعدوا يشوا لحوم وروائح، وهذا إجراءات حدثت سابقا وتحدث حاليا وستحدث. وقبل ذلك تم نفس الإجراء اتخاذه في داخل القسم الواحد بين الأسرى، يعني يقدم على نفس السلوك ونفس الشيء. طب يعني أستاذ عبد الناصر، التغذية القصرية هي يعني أسلوب مرفوض إنسانيا، مرفوض دوليا. إسرائيل أقرته في قوانينها، وهي الآن تلوح بأنه قد تلجأ لاستخدامه. طبعا لها سوابق في ذلك، استخدمته سابقا، ولكن الآن هل من الممكن أن تكون هذه المحاولات فعلا جدية؟ يعني تغذية القصرية لأكثر من 2000 أسير، يعني تتحدث عن جريمة جماعية. نعم، لابد من التأكيد أولا بأن التغذية القصرية يعني اللجوء إليها أو التلويح باستخدامها هي شكل من أشكال التعذيب. نعم. وهي جريمة وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب ووفقا لكافة يعني المواثيق والقوانين الدولية، وبالتالي التهديد بها أو اللجوء إليها هو عامل خطير يعني يؤثر على صحة الأسرى، وربما يؤدي إلى استشهاد بعض الأسرى، وهذا يعيد للأذهان ما كان يحصل في 70s و 80s القرن الماضي حينما استشهد الأسير راسم حلاوة والأسير علي الجعفري في إضراب سجن نفحة عام 1980، ومن ثم التحق بهم الأسير إسحاق مراغة متأثرا بما مورس بحقه من التغذية القصرية عبر الزندة. ولكن إسرائيل لا تعير أي اهتمام للمواثيق والقوانين الدولية، فهي أقرت هذا الشكل الإجرامي والمنافي لكل المواثيق الدولية في الكنيست في تموز يوليو عام 2015، وأصبح قانونا. ولكن هناك موقف يعني نوعا ما إيجابي من نقابة الأطباء الإسرائيليين، ومع ذلك تهدد باستخدام هذا الشكل، وهو تحدي صارخ بالمناسبة على حرية الأسير وعلى إرادة الأسير وعلى حق الأسير في سلامة جسده واختيار الإضراب عن الطعام في وجه السجان وللحفاظ على كرامته وانتزاع حقوقه. وبالتالي نتحدث عن قوانين دولية أجازت للأسير الفلسطيني باللجوء إلى هذا الخيار النضالي في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، ونتحدث أيضا عن شكل يعني يعتبر جريمة وفقا للقانون الدولي. وهذا يتطلب فيما لو أقدمت إسرائيل على هذه الجريمة فعلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية أن تتحرك باتجاه ملاحقة كل طبيب يمارس هذا الشكل الإجرامي، إن كان من قبل الأطباء الإسرائيليين أو الأطباء الأجانب كما تدعي إسرائيل بأنها تريد يعني استخدام أطباء أجانب. ولكن دعينا أيضا نؤكد بأن هذا التلويح باستخدام التغذية القصرية يأتي في سياق التهديد المتواصل والضغط على نفسيات الأسرى والتأثير عليهم، لكن بكل الأحوال هو يعني جريمة. ولكن دعينا أيضا يعني أضيف إلى ما تحدثت به قبل قليل بأن السجون دائما أبوابها موصدة ليس فقط لزيارة مروان البرغوثي وتكذيب الرواية الإسرائيلية، السجون أبوابها موصدة في وجه كل وسائل الإعلام، في وجه كل المنظمات الدولية، وهذا يؤكد على كذب والرواية الإسرائيلية وعلى مصداقية يعني الاتهامات الفلسطينية لإدارة السجون وما تمارسه من جرائم بحق الأسرى داخل السجون. إذ حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تسمح لأي لجنة دولية بزيارة السجون، لم تسمح للإعلاميين
بزيارة السجون، وهذا يؤكد على صدق الرواية الفلسطينية وتكذيب الرواية الإسرائيلية. لذلك نحن ندعو يعني السلطات الإسرائيلية إذا كانت صادقة، وهي لم تكن صادقة على الإطلاق في أي يوم من الأيام، أن تفتح سجونها أمام اللجان الدولية أمام وسائل الإعلام للإطلاع عن كثب على حجم يعني الجرائم التي تطرف بحق الأسرى بشكل عام، وعلى الأوضاع المتدهورة للأسرى المضربين بشكل خاص. ألا يحق لهذه المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بما فيها الصليب الأحمر أن تضغط على إسرائيل لفتح هذه السجون؟ لا، من واجبها أن تتحرك، من واجبها أن تضغط. ودعينا أيضا نقول بأننا، وهذه دعوة للجميع بالمناسبة، بإعادة النظر بالأساليب المتبعة في التضامن والإسناد مع الأسرى، وعلينا أن نتخذ من أشكال يعني أشكال نضالية ومشروعة وممكنة للضغط أكثر على هذه المنظمات الدولية الفاعلة والعاملة في الأراضي الفلسطينية لإجبارها على التحرك بشكل جدي والضغط على سلطات الاحتلال. نعم. عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وتتحرك بشكل ضاغط وبشكل مؤثر وبشكل فاعل. نحن نتحدث عن خطورة قد تلحق بحياة بعض الأسرى، تحدث عن 22 يوما على التوالي، وهناك تدهور خطير في الأوضاع الصحية. وبالتالي من واجب هذه المنظمات الدولية أن تتحرك بشكل فاعل، لكن علينا وأقولها بكل صراحة أن نضغط أكثر على هذه المؤسسات كي ندفعها ونجبرها على اتخاذ مواقف أكثر ضغطا وأكثر تأثيرا على سلطات الاحتلال وإدارة السجون. نعم. وإلزام الأخيرة باحترام المواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى المضربين وبما يتوافق مع المواثيق الدولية. نعم، يعني أستاذ حسن، اتفقنا جميعا على أنه التلويح إدارة السجون بالتغذية القصرية يؤثر على نفسية، هو يعني يهدف إلى تأثير على نفسية الأسرى المضربين عن الطعام. إلى أي درجة فعلا يتأثر الأسرى بهذه هذا التخويف، والذي يعني من الممكن أن يكون واقعا طبعا؟ عندما الحديث عن التغذية القصرية نستذكر مباشرة إضراب سجن نفحة عام 80. صحيح. أول ما تم استخدام التغذية القصرية، وكان ضحيتها الأخوين الشهيدين راسم حلاوة وعلي الجعفر. مشكلة تقديري أنه إدارة السجون ومصلحة السجون تعتقد أن بحرب الإشاعة أو بالتلويح بالقوة أو باستخدام أنه حالة المرض أو حالة الاستشهاد حتى ممكن تخيف الأسير الفلسطيني. حسب تجربتي لا يمكن أنها تخيفه، لأنه الأسير ما بدخل المعركة وما بتوقع كل السيناريوهات هذه. كمان إسرائيل تدرك أن الأسير الفلسطيني أنه صاحب تجربة، ومسألة استخدام الأساليب التلويح بالحاجات هذه ممكن يتأثر عليها. نعم. السجين أو الأسير في معركة الإضراب يتوقع كل الأساليب هذه وكل الإجراءات، ولكن مصلحة السجون للأسف بتعتقد أنه ممكن إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، وممكن استخدام الأساليب هذه. نعم. ولكن إدارة السجن، إحنا أصحاب يعني تجارب كمجموع فلسطيني في داخل السجون، التغذية القصرية يعني هي محاولة إعدام علني ومع سبق الإصرار وبشكل واضح في لإخواننا المضربين. وأنا بتقدير أنه في الوضع الحالي هي إسرائيل تحاول التلويح بالإجراء هذا، ولكن أسرانا مش حيكونوا بالنسبة للموضوع هذا أنه الأمور يعني سهلة ولا بمتناول اليد لاستخدام الإجراء هذا، ولكن هذا إن دل التلويح بالتغذية القصرية يدلل على الضعف. نعم. وتخبط إدارة السجون. نعم. والحكومة الإسرائيلية في التلويح في إجراء الإعدام لأسرانا الفلسطينيين من خلال. نعم. أسلوب التغذية القصرية. ونحن على ثقة مرة ثانية أنه أسرانا يدركون كل المسائل هذه، ولا مناص ولا مفر أمام بالتأكيد. مصلحة السجون. نعم. إلا الإذعان لمطالب الأسرى والاستواء والجلوس لطاولة الحوار والتجاوب مع مطالبها الإنسانية. صحيح. أسرانا في مطالبهم مطالب عادلة ومطالب شروط حياتية في الوضع الطبيعي، وأغلبها من مطالب كانت متوفرة لدى الأسرة. نعم. والمطالبة يتم فقط باستعادتها، ما يتم مطالبة شيء خارج العقل البشري. نعم. طب يعني في ختام يعني هذا الحوار أستاذ عبد الناصر، يعني في دقيقة واحدة، مصلحة السجون، السياسة الإسرائيلية الآن التي لها تجارب سابقة في هذا المجال والوقائع أمامها واضحة، ما يعني السيناريوهات المتوقعة منها الآن؟
يعني أنا بتقديري وفقا لكل المعطيات فكافة السيناريوهات واردة وممكنة، كل الاحتمالات واردة، وبالتالي يجب أن تكون لدينا كل الخيارات أيضا متوفرة وممكنة، وأن نكون على جاهزية لكل الاحتمالات التي قد تحدث في السجون. وأنا لا أستبعد أي شيء، لكن السيناريو المفضل بالنسبة لنا هو يعني خوض مفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه المعاناة ويلبي مطالب على الأسرى، لكن في ظل هذا التعنت الإسرائيلي وفي ظل إصرار الإسرائيلي على القمع والتنكيل وتغييب يعني الحوار مع والمفاوضات مع الأسرى، أعتقد بأننا بحاجة إلى إعادة تقييم لمسيرة التضامن والدعم طوال الثلاث أسابيع الماضية، وعلينا أن نبحث عن أدوات مشروع وسلمية تكون أكثر ضغطا على المنظمات الدولية الفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكثر تأثيرا على الاحتلال. بالتأكيد أود أن أشكرك جزيلا الأخ عبد الناصر فروان رئيس وحدة دراسات وتوثيق في هيئة شؤون الأسرة، والأستاذ أيضا حسن قرنيطة الأسير المحرر الذي أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية 15 عاما، كنتما معي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا الحوار، ولكن ننتقل إلى خيمة الدعم والإسناد للأسرة بعد هذا الفاصل، تابعونا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مشاهدينا الكرام من خيمة الاعتصام بغزة ننقل لكم الرسالة اليومية للمتضامنين دعما وتأييدا لإضراب الأسرى. يعني معي إحدى الأمهات من عوائل الأسرى أم الأسير البطل أم عبد الرحمن المقاد، ما يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني أم عبد الرحمن نقدر مشاعرك كأم ونجلك مضرب عن الطعام وأيضا نحييك على وجودك كل يوم حتى تنقلي رسالة لأبنائك وللعالم. شو الرسالة بتقدمي؟ رسالتي أنا الوحيدة، يعني حكينا بكل المواضيع، معاناتنا، معاناة أبنائنا، الوضع اللي وصلوا لهم أبنائنا، يعني الأخبار اللي إحنا خايفين نسمعها، خايفين كتير على أعصابنا. يعني أبنائنا طالت المدة ما فيش حراك، ما شايفة يعني حتى الحراك والمسؤوليات قليلة على أسرى الحرية. تتمني يكون الحراك أكبر وأوسع من الموجود؟ نعم، أنا بالنسبة لي رسالتي حتكون على هذا الموضوع، بس أنا بدي أوضح أنه أبنائنا الحين إحنا قلبنا يعني من أعماق قلوبنا بأهديها كرسالة، رسالتي إلى الجميع أنه من الأعماق إلى الأعناق أمانة في رقاب الجميع، من شعب، من حكومات، من دول عربية، من دول إسلامية، من دول حرية، من أصدقاء العرب جميعا، أمانة في أعناقهم أرواح أبنائنا، صحة أبنائنا، لأن الصحة الحين مش سليمة بعد 20 يوم على ماء ومي. يعني أنا واحدة من الناس متضررة من حتى اسمع الكلام هذا، كيف بدها تكون أخبار أبنائنا؟ يعني كقلب أم يعني بغلبها العاطفة بتتأثر في الأمور اللي بتسمعيها بالأخبار. إحنا يعني منبشرك إن شاء الله يكون ما بعد صبرهم إلى الفرج، يعني ربنا يقويك يا أم عبد الرحمن المقدمة، إن شاء الله الفرج العاجل لابنك عبد الرحمن. شكرا لك. أيضا يعني معنا أم عميد الأسرى المقيمة في قطاع غزة، أم ضياء الأغا، يعني في البداية يعطيك ألف عافية والحمد لله على سلامتك وجودك وتضامنك يعني كل يوم، واسمعنا انك تعبان الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما يعني ام ضياء، يعني اليوم يعني بدخول الأسرة بعد ايام يعني طويله في هذا الاضراب، وبعد انه فرض قانون التغذيه القسريه على الأسرة المضربين عن الطعام، كيف بتنظري لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد اليوم 20 يوم هذا بشكل خطر على أسرنا في داخل السجون الاسرائيليه، وإحنا يعني متوقعين في أي لحظة يجينا لا سمح الله خبر سيء لأحد الأسرى المضربين. كل يوم نزيد سوء وحزن وألم على أبنائنا. أنا أم مش قادرة إني أتحمل يعني الوضع، أنا بترقب كل خبر، يعني إن شاء الله يقبل خبر ما يقبل محزن، يقبل إن شاء الله مفرح إنا إن شاء الله يا رب بفكوا إضرابهم بانتصارهم وتلبية مطالبهم إن شاء الله. فأنا يعني شعور أم
ندرب عن الطعام. انا لا عارفة انام ولا عارفة اقعد الصراحة، انا ما عارفة اقعد ولا التم على بعضي من مرة من باي حاجة يعني. لا سمح الله انا كمان كل ساعة كمان انا بتوقع بصير معايا يعني كده دوخة وبرتفع ضغطي من كتر ما انا حزينة على ابني وعلى جميع الأسرى. لو بس حد يطمننا أي خبر يعني إنهم كيف معنوياتهم كيف هم يمكن يفرج عنا ندفع. فنتمنى لهم السلامة إن شاء الله والله يفرجها عليهم، الله يلبي لهم مطالبهم. ما بنملك إلا الدعاء يا بنتي. يعني دائما بنقول انه ربنا كبير وربنا يقوي كمان اسرانا على هالوضع اللي هم عايشين فيه، في وضع صعب، وضع صحي كمان اللي هم فيه. يعني في رساله حبيت ادنيها انه الوضع اللي احنا شايفينه يعني بيزداد خطوره لاوضاع الاسرى المضربين، اذا شو الرساله بتقدميها؟ ايش المطلب من كل ابناء شعبنا الفلسطيني؟ انا بتمنى انه يرجع يتضامن مع اسرانا في هذه الخيمه زي ما بدا في البدايه، وكانت مسيرات تتوجه لهذه الخيمه. ولا ويعني بحكي لهم انه ابنائنا ضحوا من اجل شعبهم وقضيتهم مش عشان اهاليهم. فالكل لازم، ما حدش يمنع، يعني الشباب انمنعت وانت شايفه كده. واذا ما كان العدد كبير والجامعات كلها يتم توجهوا الى الخيمه للضغط الشعبي على اداره على اسرائيل. يعني لابد من كل فرد أن يكون يتواجد في خيمة الاعتصام. كل الشكر والتحية لك أم ضياء الأغا، وإن شاء الله الفرج القريب لضياء ولكل الأسرى. شكرا لك. معنا أيضا الشاعرة رحاب كنعان وأيضا خنساء فلسطين، يعني كل التحية لك. يعطيك الله يعافيك، وكل التحية لأسرانا هؤلاء الهامات والقامات التي تنحني الكلمات والحروف أمام تصديهم بأمعائهم الخاوية لهذا السجان. ومن هذه الخيمة دائما نستصرخ الضمائر العالمية الحرة، كل العالم بكل أطيافه وبكل أديانه، لماذا هذا الصمت أمام معاناة أسرانا؟ أسرانا في خطر، أسرانا يطالبون بحقهم الشرعي أن يكون لهم كرامة حتى ينهوا محكوميتهم التي تسن على الأحكام الجائرة من إسرائيل. إسرائيل تتفنن بتعذيب أسرانا وتسن بين الحين والحين قوانين خارجة عن نطاق القانون الدولي، فلماذا هذا الصمت أمام إسرائيل أمام هذه القوانين الجائرة؟ أسرانا لن نخذلكم، لن تكونوا وحدكم، نحن معكم، بما نستطيع سنناضل. أضربت 9 أيام أنا في وعكة صحية وباخذ علاج، فسامحوني إني وقفت كم يوم لكن حأرجع. يعني ربنا يقويك يعني أستاذة رحاب، يعني في إضرابك عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين. يعني دائما بنقول إنه كل التحية لك على هذا الوجود. شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا. أيضا معنا مشاهدينا الكرام الدكتورة سهيلة كنعان من جامعة القدس المفتوحة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. طبعا دكتورة، شو الرسالة اللي بتقدموها من جامعة القدس المفتوحة في دعم وإسناد الأسرى المضربين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم أول شيء بالبداية رسالة حب وإكرام وتعظيم لشبابنا القابعين، شبابنا وشيوخنا والأخوات القابعات في سجون إسرائيلية. وأنا أتمنى من رب العالمين أن يكون يوم الفرج عليهم يوم قريب بإذن الله تعالى. والرسالة أحب أهديها لأسرانا في السجون الإسرائيلية هو أنهم يصمدوا ويصابروا ويصامدوا ويقفوا وقفة من حديد، ولا يرضخوا لمطالب الإسرائيلية، ونحن نقف من ورائهم ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله. كل التحية لك دكتورة، يعطيك ألف عافية. معنا أيضا الأستاذة سميرة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، الله يخليك. طبعا أستاذة سميرة، لابد أنه يكون هناك دور من كافة الأمهات الفلسطينيات العاملات وغير العاملات لكل شرائح المجتمع الفلسطيني. كيف تجدين الدور الذي نشهده كل يوم من التضامن؟ والله المرأة الفلسطينية لم تقصر في معركة الكرامة والإضراب، فهي تقدم كل التحية والإجلال إلى أسرى الحرية، إلى الذين يخوضون حربا ضد السجان بأمعائهم الخاوية. كل التحية والتقدير إلى الأمهات الفلسطينيات المتواجدات باستمرار، الأخوات على طول، كل الأخوات بيجوا في دعم شعبي، في دعم مؤسساتي. إحنا كجامعة قدس مفتوحة نمثل جامعة القدس المفتوحة، أنا متواجدة كل يوم بسبب أني أنا أمثل إقليم غرب غزة وأمثل جامعة القدس المفتوحة.
كل الشكر لجامعة القدس المفتوحة وأيضا لكم، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. ستكون هذه الرسالة in brief. I just want to say that our prisoners inside Israel jails, they are patriots, they are not criminals, they are brave because they fight for their rights and for their humanity. We don't call them terrorists because they are the face of freedom in Palestine, because they face the terrorist acts against them inside the jail. I'd like to call for all the nations around the world to support their aims in getting their freedom, because they deserve to be free. Those people who fight for their rights, I think that they are the ones who must enjoy freedom. أشكرك على هذه الرسالة، لكن فحوى لهذه الرسالة بترجمة لما تقولين. فحوى هذه الرسالة هي دعوة لجميع الدول الأوروبية إلى مساندة قضية الأسرى الفلسطينيين، لأنهم بحق يحتاجون إلى هذه الحرية، وهم أبطال وليسوا مجرمين أو إرهابيين. بالفعل، يعني هذا المطلب الإنسان وهذه الرسالة العادلة التي قدمتها. شكرا جزيلا لك يا الدكتورة وسام الشوى من جامعة القدس المفتوحة، شكرا لك. معنا مشاهدينا الكرام الدكتور عبد الله الإفرنجي محافظ مدينة غزة، يعطيك ألف عافية دكتور. احنا يعني وقوفنا مع اخواننا الأسرى واخواتنا، في ايضا اخوات من الأسيرات، هو واجب، لأنه إخواننا حقيقة الأسرى الآن وصلوا الرسالة للعالم، للفت نظر هذا العالم الصامت على وضعهم في داخل السجون الإسرائيلية وعلى معاناتهم في داخل السجون الإسرائيلية. هاي يعني رسالة قوية جدا، وهي بطولة، وأنا بقول إخواننا الأسرى هم عنوان فلسطينيين، أصبحوا عنوان فلسطين مش فقط في العالم العربي وإنما في كل مكان في العالم. الآن في ناس بيتضامنوا معاهم في مدن كتير أوروبية، وفي ناس بكتبوا مقالات في صحف وجرائد وكتب عن هؤلاء الأسرى. أشكرك على هذه اللفتة، كل التحية لك الدكتور عبد الله الإفرنجي محافظ مدينة غزة، شكرا لك. نقدم التحية لهؤلاء الأسرى الأبطال الذين يخوضون الإضراب لليوم 20 على التوالي. نقول لهم بإذن الله ستنتصرون بإذن الله، وحتى ولو فرضوا هذه المعادلة أو هذا القانون الجائر بحقكم، قانون الإطعام القسري، نعم نقول بأن هذا القانون الذي أقر بالكنيسة الإسرائيل أنه قانون ظالم يهدف إلى قتل الأسير الفلسطيني، نعم أنه قانون لقتل الأسير الفلسطيني بشهادة الأطباء الإسرائيليين الذين رفضوا أن يمارسوا هذا الإطعام الإجباري. نقول بأن الجمعية الطبية داخل إسرائيل رفضت التعامل مع هذا القانون، لذلك أرادوا أن يأتوا بأطباء آخرين. نقول بأن هذا القانون وهذا القرار هو قرار مجهد بأسرانا. كل التحية ولك جزيل الشكر السيد تيسير البردين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأيضا مفوض الأسرى والمحررين لحركة فتح في قطاع غزة، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، قضية الأسرى قضية عادلة لا يمكن التنازل عنها، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، أن يكون هناك واجب من قبل الطلبة والجامعات. ومعنا الآن عميد كلية الصيدلة في جامعة فلسطين الدكتور أكرم أحمد عطلة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. طبعا دكتور أكرم، يعني وجود اليوم جامعة فلسطين بأن تتوافد كل يوم بكلياتها، واليوم كلية الصيدلة، ما الرسالة التي تقدموها للأسرى المضربين عن الطعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أتينا من جامعة فلسطين، فلسطين الجامعة، لكي نتضامن مع أسران البواسل الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام. جئنا هنا إلى خيمة الاعتصام على أرض السرايا من لنرسل رسالة إلى كل العالم، وأولا إلى أسران البواسل، بأننا من أرض العزة، من غزة أرض العزة، من جامعة فلسطين، وتحديدا من كلية الصيدلة، نوجه ألف تحية إلى الأسرى البواسل. إذن مشاهدينا الكرام، هي ليست قضية كل عائلة أسير، بل هي قضية البيت الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني بأكمله. نعم مع قضية الأسرى، نعم مع حرية وكرامة أبنائنا داخل السجون والمعتقلات. الحرية لكم أسرانا الأبطال، وتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم في أمان الله.